هناك حالة من الفرحة يعني كما تشاهدين. عم بتكمل كمان يا بجاتوس. نعم كما تشاهدين حالة من الفرحة بين يعني احدى السيدات اوراق الان ترقص على انغام اغنيه تسلم الايادي. هناك خلينا نسمع شوي كبيره بين اذا ممكن نسمع الصوت من عندكم شوي. احمد ايد واحده الجيش والشعب ايد واحده الجيش خد يا حبيبي ايد واحده اتكلم كلمتين طيب يعني احدى السيدات اذا كان لديك وقت يعني تريد ان تتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعه نسمعها للحاج. بذكر بطل مصر وابن مصر السيد المشير عبد الفتاح السيسي يحفظه سقفوله يحفظه ويحفظ مصر كلها. ونعم للدستور وقلنا نعم للدستور واحنا سويسه وكل دول ما سويسه الحوالينا كل ده سويس كل الناس دي سويسية اصلا. انا كنت شايفك بترقصي على الاغنيه دلوقتي. اوكي ثانك يو. طيب يعني هذه كما ذكرت لك النهارده اليوم العيد بتاعنا. بنحبك يا سيسي. طيب احمد تحيا مصر. احمد نعم يعني هذه هي المشاعر شعر المواطنين كما تشاهديها. يجب ان يعني هذه مشاعر تحياتنا لكل الحاجات اللي حولك. يعني وخليكم بهالاحتفال. شايفينك يا حاجي والله.